غفير محترم يقعد يعمل كذي؟ يا شيخ الغفر، يا شيخ الغفر، انت شيخ الزفت. شيخ الزفت هيجي يأكلك الجلة. يا رد انا بحبه. طب اثبت في مكانك يا قفص. انت بتشتمني؟ اري 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 بقى انت بتشتم شيخ غفر قرية ميك كنافة؟ والله العظيم ما شتمت. انت شيخ ايه؟ الغفر. وانا قلت شيخ ايه؟ الزفت. يعني انا شتمت الغفر، لان هنا الزفت ضمير غائب يعود على الغفر. طلع عندك ضمير وانا اللي ظلمتك. افهمتك في النحو. امال ايه؟ اه منك يا كلب البرك. لا دي شتيمة. لا دي استعارة متنية. افهمتني في البلاغه. لا شوف بقى البلاغه. انا بشتم البرك اللي بينزل فيه الكلب اللي زيي. لا هنا كلب ضمير مستتر يعود علي. شفت؟ مستتر يعني سترتك. افهمتني في اللا شيء. امال ايه يا ولد؟ يا سلام عليك وعلى نبهتك. بقول لك إيه؟ قلت لاهل بلد العمده عايزهم ضروري. انا بلغت كل كبارات البلد انهم يحضروا في الساحه عشان العمده عايزهم. بس انا عندي مشكله. إيه؟ ما اعرفش انفذ الاوامر زيك كده لمؤاخذه زي الحمار. انا لازم افهم عايزنا ليه. يا قد ما انت لو زيي كان زمانك بقيت شيخ غفر يا ولد. هموت واعرف انت شيخ غفر ازاي. ب 2 جنيه. ازاي؟ اقول لك، صحيت في يوم الصبح اديت لمراتي 2 جنيه وقلت لها هاتي حاجات البيت. ودول تجيبوا حاجه؟ يجيبوا وزه وبطه وفرخه ورز بسمتي وزبادي وخوخ. ايه؟ وجوز ولوز وموز. يا شيخ الغفر، من يومها بقيت شيخ الغفر. افهمتني في الاكمل. امال ايه يا ولد؟ يا عليه عليك وعلى نبهتك. انت لو شيخ غفر بجد تبقى عارف العمده عايزنا في ايه. انت واد تافه. انت بتشتمني؟ يا اهل البلد شايفين شاهدين سامعين. استخرج من الجمله جمع مذكر سالم. انت يا ابني غفير ولا موجه عرب؟ انا مذاكر النهارده وجايلك. لا بقول لك ايه، انا ما عنديش حمل الوجع الدماغ ده. انت مش عارف العمده عايزنا في ايه وعامل عليا انا شيخ غفر؟ يا ابني بلا العمده بلا بتاع. انا ما كانش اصلا طموحي اكون شيخ غفر. امال طموحك تكون ايه؟ كان نفسي ابقى مقدم. مقدم شرطه؟ لا مقدم برامج. ايوه، وابقى زي الاستاذ جورج قرداحي، خضار من غير لحمه. ايوه، وتكسب الناس واعمل برنامج من سيربح الجاموسه. وهلا بقى معانا ابن ميك ونافه، صار معاه ديل الجاموسه وورك الجاموسه ودراع الجاموسه. يا رب اكسب الزلموكي. السؤال قبل الاخير، اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. اذكر نوع الحلوى اللي اشتغل فيه. 1 صوابع زينب، 2 رموش الست، 3 لديده ولا ديده. احذف اجابتين. حذفنا اجابتين، بقي معاك 1 صوابع زينب. مفيش غير صوابع زينب؟ ايوه. ما بحبهاش. يا دي اجابه واضحه يا ولد. خلاص اخد انا زينب وخد انت الصوابع. يا ابني هتاخد زينب تاخدها بصوابعها. ماشي ماشي اخدها. كسب معانا ابن ميك كنافي. السؤال الاخير على راس الجاموسه، البركة فيه 1 القليل، 2 الكتير، 3 البطيخ. لا دي سهلة، بس أنا يعني محتار ما بين البركة في الكتير ولا البركة في البطيخ. يا ابني واضحة والله. أنا أخد رأي الجمهور. يلا هلا الجمهور، حضروا حالكم لساعد ابن ميك كنافه. ادوك 100% الإجابة الأولى، البركة في القليل. الحمد لله، بس دي برضو 100% مش إجابة مؤكدة يعني. بص أنا اتصل بصديق. اتصل بصديق معاك 30 ثانية من أول ما تقول ألو. الو 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 يا اخوانا حد يرد عليه. هو الخط قاطع ولا ايه؟ مش عارف انا. الو الو يا محمد. محمد ايه يا راجل فينك؟ ولا ليه عامل ايه يا محمد؟ يا محمد ايه يا توحشني والله. انت عايش يا محمد؟ يا دي استنيتك امبارح على القهوه قعدت اشرب كرسي محسن ما جيتش. الله صحيح امك يا خمسه. ايه يا محمد؟ انت بعتنا فطرتين يا ايه يا محمد؟ بقول لك لا ده تليفون برنامج بتكلم ببلاش براحتك. ايه محمد؟ بقول لك انت عامل ايه؟ انت منور التلفزيون. ايه ده يا استاذ انا لسه ما سالتوش. يا ابني الوقت انتهى. لا اجز مده تانية انا. وانت واقف في سنترال ابو نسمه؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي يعني؟ يا ابني قدامك حل من الاثنين، قدامك حل من الاثنين، يا تقبل اجابه الجمهور البركه في القليل يا تنسحب. لا بص انا ما احبش المجازفه، انا انسحب والبركه في القليل. غبي! شليت امي. انت لابس سعد الدالي ليه كده؟ مالك في ايه؟ كل ده بسببك.
انت عرفت ان انت غفير مش مصروف لك سلاح ليه؟ انت اللي بتسال اسئله صعبه. انت تسكت خالص. بص يا ولد، شوف اهل بقى اتاخروا ليه؟ العمده قدامه ربع عايه ويخلص. يخلص ايه؟ حصه اليوجه. لا لا يبقى نجهز. يلا بسرعه، يلا روق الساحه. يلا يا شرابي. ايه ده؟ انت يلا يا شرابي. ايه ده؟ يا شيخ البلد وصل. اتفضل يا شيخ البلد. يا تعالى الحمار هتملص مني. وانت برضه غريب يا شيخ البلد، حد يلبس الحماره جلابيه؟ يلا انا اللي لابس الجلابيه. سلام عليك. ازيك يا عطيه، عامل ايه؟ الحمد لله يا شيخ بلد. والله العظيم وحشني. والله الحمد لله. انت عامل ايه يا ران؟ انا زي الفل. كويس والله العظيم. انت كويس؟ والله العظيم كويس. انت اخبارك ايه؟ والله العظيم انت كويس. انت ما تزعلش. انت مش هتعرف عندي. اوعى تعرفني. صباح الخير يا شيخ البلد. صباح النور يا سيد. ايه جايبيننا على الصبح على ملا وشينا كده ليه؟ اول عمده قال لي لامكم لميناكم. والله والله العظيم وايمانات المسلمين هتطلع حاجه تافهه وهايفه. حكيماني عارف العمده بتاعنا دي يموت في التفاهه والهيافه زعنه. اي والله عندك حق، ده راجل دماغه فيها تونه مفتته. صح يا ولا صح. إيه؟ وعلى راي المثل ان جات لك الجله في الجلابيه امسحها في اللي جنبيه. لحظه، عشان انت راجل مهزأ واني ما بفهمكش، انا عايز اسالك سؤال. ده مثل؟ لا دي تويته. تويتي؟ ايوه انا احب اتوت، اجيب توت واتوت وانا امشي اتوت في الشارع. بقول لك ايه يا شيخ البلد؟ إيه؟ ما تتوتش مني في الموضوع. الحق انت عندك ارض في القاهره؟ لا ليه؟ اصل كل ما افتح التلفزيون يقولوا ارض الجلف وارض الجلف، مش دي ارضك؟ اكيد جلف غيري، ما فيش غيري يعني. اكيد بس انا كلت من عندك شويه سندوتشات عسل، عسل والله من المحل عندك. محل ايه؟ البنك. ايه لا يا عم، اكيد بغل غيره. هو مفيش بغل غيري انا ولا ايه؟ بقول لك ايه، نجرب اعمل لنا كوبايتين شاي كده نصطبح قبل ما العمده ييجي. انت سخن، انت عايز حاجه تطلع من دوار العمده؟ ده طخ اخوه عشان سندوتش مربى. يا مجنون والله العظيم، انتوا عيب بلد مجانين كلكم. شيخ البلد يا شيخ البلد، ايه دي يا شيخ البلد؟ ايه الحمارة الجديدة اللي انت جايبها دي؟ شفت يالا دي عليها رجول فظيعة. إيه؟ بس انا لقيت عينيها عمالة تدمع كده، قلت اقعد معاها تفضفضلي. والله العظيم قعدت معاها فضفضيت لها. سمعت لها والله. صعبت عليك. والله ما هي البهايم بتحس ببعض. إيه؟ بس انا برضك ما رضيتش اعاكسها، خفت الجحش يزعل. لو انا كل يوم تبهدلنا حضر كده. انت لسه شفت حاجه؟ انت نصاب يا حرامي، انت ايه اللي ماسكه في ايدك دي؟ انا ماسك مطوه عشان لو اي جن ركب اي واحد قالوا فيها جن. لا ده احنا اشيه. اذا انت بتحضر العفاريت ولا بتثبتهم؟ بس يعني انت ها؟ انت قاضي يا دجال يا نصاب يا حرامي، ايه اللي جابك هنا؟ دي قعده كبارات البلد. انا ما جيتش من مزاجي يا اخوي، انا يا سيدي الرشاح جالي بالليل. جالي بالليل وقال لي فيها فيها ده دجال، ده تفضل قاعد كده والعمدة يجمع كل القرية وانت ما تروحش ليه؟ هو اتهبل ولا اهبل؟ طب والله العظيم انت عيل دجال ونصاب وحرام، ولا جالك رشاح ولا جالك نيلي. اقسم بالله اسخطك قردي دلوقتي. والله العظيم ما تقدر اوديك. والله العظيم اقدر اسخطك. بس 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 لا اسخطك قردي وتبقى زيي. استغفر الله العظيم. لا خلاص. ايوه كده نحترم نفسنا، انا عارف اللي انت زعلان مني. ايوه زعلان، فاكر لما ميلت عليا وقلت لي لو عايز تخلف اجري حوالين التير عمال في ليله ضلمه مش ماشيلي في عز الظهر قالع لي مالته بتجري على الترع. ايه ده هو جري مالته في عز؟ والله العظيم في عز الظهر قالع مالته ماشي على الترع وبيسمع حمائي ومبسوط.
طب مش كنت تقول لي كنا نجيب الموبايل نصوره ونولع الانستجرام؟ يا ولا احنا فيها يا معاك الموبايل معايا، تعال نعمل له فيديو دلوقتي. يلا اهو اهو معانا دلوقتي شيخ البلد اللي ما بيخلفش. يلا خمسه بوه، خمسه هوانيو، خمسه الوفاء. يلا يالا نزل الفيديو ونزل الدنيا. بس بس انت هو بس يا رجاله، انا الصبي حرامي ما سمعتش انا في ليله ضلمه دي، ما سمعتها بالذات انا يا حبيبي. بس على العموم سيد الرشاح جالي تاني. هو بيجي لك ولا بيلبسك؟ اسكت. قال لي عشان تحل مشكله الراجل ده هي كلمه واحده اللي هتحل كل حاجه. عليك نور. ايه هي بقى الكلمه اللي قالها لك؟ قال لي عشان يخلف لازم يتنيل يتجوز الاول. ايه دي؟ هو انت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ ما انا رايح لدجال. ما انا لو متجوز عايز اخلف بروح لدكتور عمرو ادريسي. ايوه يعني انت عايز تتكسر ذاتيا يعني؟ ما تجننوناش معاك. والله اهبل، عيل اهبل. عيل ايه؟ خلاص. بس بس اهدى 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 بس يا حاج سالم. خد بس اقول لك على حاجه، العمده جاب اكل جوه الدواره ولا لسه؟ ده جايب بطه جوه عليها رجليه. انا مالي النهارده ببص للحيوانات بصطنش؟ كنت لسه بتكلم على الحماره و... في ايه؟ ده تفسروا بايه ده؟ تقريبا عجز يعني. بص يعني البني ادمين مش راضيين يتعاملوا معاك يتعامل مع الحيوانات. عادي انا جوه الاكل جوه كله. لو في اي اكل قول لي على طول. ما تقلقش ده في بطايه جوه. يا يلا سلام. انت بتخبط العامل ايه؟ خش يا حبيبي، مستني حد يفتح له. ده دجال يعدي من الباب وانت اي كده عبيط. دجال ونصاب وحرامي. ما انت اي عبيط في البلد بينصب عليك. طب هات بقى الفلوس اللي نصبت عليها فيها يا اخوي. قصدك يعني ان انا عبيط؟ ده انت اهبل. انت بتشتمني يا شيخ البلد؟ ايوه انا محترمك والله بس عشان سنك. والله اديك بالجزم على بوزك. ولا تعرف تعمل اي حاجه والله. جمعت اهل البلد؟ جمعتهم كلهم الا المعلم زرزور، قالوا لي بس ان هو لسه في البندر لسه ما جاش. اول ما يجي هيبلغون على طول. انا جيت يا بلد معفني. انا جيت يا بلد منتني. ازيك يا شيخ البلد؟ ازيك يا معلم زرزور؟ عامل ايه يا شرابي؟ تمام الحمد لله. ده انا شفت حاجات في البندر يا اولاد. باين باين على اللبس. الله فظيع اللبس دي. ده اديداس. اديداس؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده لبس ده حاجه خفيفه كده، انما انت ما شفتش بقى يا شيخ العمده. مين شيخ العمده دي؟ انت ما شفتش بقى يا شيخ البلد. ايه انت ما شفتش بقى الموضه وصلت في ايه بقى في البندر؟ الرجاله بنطلونات بقت الموضه تبقى ساقطه لحد هنا. وبيقول لك كل سنه هتنزل شويه عن اللي قبليه لحد ما كمان كام ثانيه هتبقى لحد هنا والرجاله هتمشي كده. ايوه الموضه دي قديمه، انا عارفها من زمان. ليه؟ من وانا عيل صغير اما احب اخش الحمام بنزل البنطلون وامشي كده. اه يا ريم. ايوه ثواني انا عايز افهم بس، يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس، هتطلع لفوق وتدي. يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ يلا انت شكلك حكاويك كتيري. اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه، تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه، احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثه بالله العظيم ابدا، طول ما انا بكسب مش ماشي من هنا. احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه. المهم المتعه يا هبه. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامه. انت عارف يا واد اغرب حاجه شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيت واقف في لجنه واللجنه مبهدلينه مش عايزينه يمشي وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ ربيت حزامي وماشي من غير صوت، طفيتي جنبي والكاسيت بريموت، اشرب سيجاره طفي من بره، مجروح وبصرخ يابا بس من غير صوت. الله الله الله. عجب صوته قوي بقى، عجبه صوته، اداله 3 سنين الحمد لله. الله. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ ايه اسال شيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمده عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت. البيت اجيب البت ليالي بيتي.
ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهية في رزالتة. ماشي. سلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جوت تالنت ده ولا ايه؟ ايه والله شفت صوته بس انا سقفت له وصوته كان وحش. ايوه. بس بقى عشان يمشي. يلا يلا. خدي على ايه الزغارات دي؟ امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد؟ في ايه؟ لا لا انا امي في البيت والله. ايه الزغارات دي كلها يا حاج؟ ربنا يملى قلبك بالفرحه. فيه ايه؟ رونالدينهو بعت لي اضافه على الفيس وكتب لي يشعر بالمحبي. يشعر. ازيك يا شيخ البلد؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ الغافر؟ لا 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 لا. عامل ايه يا شيخ الغافر؟ لا 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 لا. طب روح اعمل لي شاي. من عيني يا حجه. يا سلام. ايه البلد المجنونه دي؟ مالك يا شيخ البلد؟ حزين حزين حزين. حزين كده ليه؟ نفسي اخلف حته عيل يشيل اسمي. طب بسيطي خلف. اخلف ازاي؟ ما انا مش عارف. اتجوز وخلف. مش هتجوز انا. وانا كل ما اروح لحد اقول له عايز اخلف يقول لي اتجوز. مش هتجوز. الله هي كبرت في دماغها اخلف كده. ما هو انت ما ينفعش تخلف من غير ما تتجوز. لا ينفع. طب رحت تسلم الدجال النصاب؟ رحت له. طب بص بقى انا اخلص لك الموضوع دي. ايه؟ عدي عليا يوم الثلاث خد العيل. ايه دي؟ بسهوله كده؟ ايوه يوم الثلاث الجاي ده. اه الله. بس اديني بياناته. اديكي بياناته طبعا. امال ايه؟ ماشي. عايزه عيل كده يكون قصير ومكلبس كده شبهي. ايوه. ومقبط كده. ايه؟ ها وشعره يبقى طويل كده وسايح. ايه؟ واسود. ايه؟ عشان انت بتعمل ايه يا حاج؟ بتدخلي البيانات دي الكمبيوتر؟ لا دي مستشفى الجلاء للولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتي والنبي ابن اختي بس في الحضانه وعايزه ازوره. والله يا حبيبي مش هعرف اجيبهولك. ليه؟ السيستم واقع. يعني الكمبيوتر عندي انا عطلان وعنده شغال كوسه هي؟ يا حبيبي الكمبيوتر باي. لا وريني اهو. ايه دي؟ يا كبرني يا هيبتني يا راجلني. تعمل ايه يا كبرني؟ في ايه انا بتتفرج على ايه؟ بتفرج على ديني. يا نجر نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر ميت كنافه ولا برنامج الراقصه. كل اللي يخش نقعد نعمل عكيده. يلا انا نجر من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك برات شاي من الكبير قوي. البلاوي. تعالى يا حاجه نقعد هنا شويه. ما تحزنش نفسك. والله حزين. اعمل ايه طيب؟ لا اوعى تحزن. تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا. هنعمل ايه؟ لا ثانيه واحده يا حاجه لان الموضوع صعب. لازم ندرك ان الموضوع صعب. تمام. فلازم ايه؟ نتذاكي ننزل صب. تمام. عشان ايه يعني؟ اظبطي زوايا واتزان معايا وايه كده. يعني ننزل مره واحده. ننزل مره واحده عشان ما حدش يجي على التاني. عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي. بص انا هاخد كده يعني. انا ابقى الوضع دي. ماشي. وانا ماشي, ماشي ربنا يستر. يلا. واحد اثنين ثلاثه. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه؟ في ايه؟ جايين. اهل البلد. جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ يا روما. يا روما. اه يا ليل يا قمر والفركة ضادت على البقر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم.
سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم سلام عليكم انتم الناس. جراها يا دي عرابي كتر السلام يلي المعرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم سلام عليكم يلا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمدة هو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحينا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. لا مش محمد، لا يا متولي خو. عايز اعرف مصيبه ايه وكارثه ايه ونكبه ايه وضرع ايه. حصل ايه وغرى ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لي؟ العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليك. مش عارف والله، انا مش عارف. حاجه تضايق؟ معلش معلش، انت راجل شاعر، انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا، واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزك. الهام الالهام وجه الهام. ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان يا ولد. نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيده. الوحي قول الوحي. انتوا الشعراء تقولوا كلام، احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام. ايوه انا راجل شاعر وفنان. طب ما تسمعنا حاجه. هنا كده المناخ مش مناسب يعني. لا لا لا، المناخ حلو وجميل والله. قول. انا هقف اقول شعر قدام بيت العمده. يا راجل العمده راجل هايف، قول بس. طيب كتبت حاجه كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول. انت قلت اولاني. يلا انتهى طال. ما هم بيقولوا كده. مالكش علاقه بابنا، كون احنا متجددين. ماشي قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميك ونافي. يلا بتقول ايه؟ ميك ونافي يا ميك ونافي اديني حته بلا سخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميك ونافع يا ميك ونافع هاتي حته بلاش سخاف. بتقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاك. طموح طموح. كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافه وانا ما دقتهاش؟ يعني ايه لحد النهارده ما روحتش البلاش؟ يعني ايه كاميرا موبايلي من غير فلاش؟ والله انت بتقول اي كلام، ما هو الكلام ببلاش. حلوة دي. شعرك حلو والله. يا لا في ايه ده، انت شعرك بس ده للطبقات الراقيه، احنا عايزين شعر للناس التافهه الهايفه اللي بيداس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفهم الناس الحقيري. ايوه خد دي يلا. بلدي ميت كنافه جوه الصينيه محصوره. معذوري شطوري اموري. بص العصفوري اكلتني التطوري. تعال ناخد صوره. يلا. يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهده مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا وسعت منك ودلدقت ومالت الحته ذروتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي. عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبه بس. معلش ايه ده في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكره اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت جرالي ايه؟ ادي جرالي ايه؟ ادي جرالي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنيه. ما هو فيه اقراف. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه؟ قال لي فيه ايه؟ قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجه، اهو الليل وعد. الليل وعد. الليل وعد وراح. الليل وعد. الليل وعد وراح. خد الكبيره بقى. ايه عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده. قلت له انت تامرني. كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه قلت له عمرو روح اقف هناك. راح قلت له انا ديك تعال انا ديك تعال انا ديك تعال تعال بدارك يا اخوي. تعال. تعال. تعال تعال ما بنخافش يا عم. تعال تعال في ايه؟ جه راح مشتريها على طول. ما انت إيه؟ عمال تزن على الراجل تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه، قولي. انت تعرف
أنا المفروض والله لو العمدة أخليك أيمن بهجة قمر. آه بس أنت مش العمدة. يلا ما حرام عليك، كان نفسي أبقى العمدة والله. صعب تبقى العمدة. ليه صعب أبقى العمدة يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمدة؟ آه. أقول لك أنا، أنت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم أنا مش عاوز أبقى عرابي، هسمي نفسي عماد. وأنا هدلعك، أقول لك إزيك يا عمدة؟ عامل إيه يا عمدة؟ رايح فين يا عمدة؟ جاي منين يا عمدة؟ جرالك إيه يا عمدة؟ شفت جرالي إيه يا عمدة؟ شفت جرالي إيه؟ أنا جرالي إيه؟ جرالي إيه يا عمدة؟ أنا جرالي إيه؟ أسمعك جرالي إيه؟ جرالك إيه؟ أسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى يا واد، في إيه يا؟ جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. أنا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل قوم لي يا عمدي. ايه دي؟ ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقوم اديله على بوز. قوم له. وربنا لا هقوم لك. لو انت راجل قوم لي يا بقلص. بقلص؟ اه. بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش. ده انا هقوم اديك بالكتانيل اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له. قوم له. وربنا لا هقوم له. ما تقوم له. هقوم له. قوم له. انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ارفع البلاء عني، سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوه وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قوم لي يا شيخ البلد. قوم. قوم. ده بيقول لي بوللو ولا قوم. ده انا هقوم اديك بالجزمه. ايه ايه، ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدون في الكفر دي صح. ده انا ايه دي؟ انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ استوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي، ما تستوريش قوي، يعني استوري بشويش. ما صحيح جراه يا شيخ البلد، ما تقول لنا عمد عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي، احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه؟ انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليكم. نظرا بقى للكلاب دي إيه؟ احنا لازم نشوف حل. ايه؟ ايه؟ احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه، بحيث لما نيجي نقوم نتزفلط كلنا، يعني نتزفلط كده، نقوم متزفلطه. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامه، هيسيبنا بالدقيقه دي اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول. يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا. واحد اتنين تلاته هوبه. حلوه سحبه مايك اللي حملتيها دي يا حاج. حلوه. يبقى قدمي بقى في سوي وسينكي يوكاندنس. ايه بقى يا كلب البيرك؟ ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا؟ هديك بالجزمه دلوقتي. واس واس، ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا، دي قاعدة كبارات البلد. ايه اللي جابك انت؟ يا رد يا رد، رد عليا وانت شبه السنافر كده. رد عليا، انت هتفرقع. هو بيتكلم كل 20 سنه جمله؟ يا ما حدش يزهق لي، ما حدش يزهق لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ ده كابت، ده كابت. انا عارف والله، مجدود بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزهق لي، ما حدش يزهق لي، ما حدش يزهق لك، فاهمين؟ واللي ما ينفعش معاكم غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا عاد انت ربنا خد منك كل حاجه واداك في صوتك، في ايه؟ ايه ايه عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يا لا. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي، مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ ايه
الراجل؟ يا ناني الحاج علي اني جاي عايز اخدم، لما عرفت ان ابا العمده بيلم اهل البلد كلياتهم. ايه اهدى يا انا، اهدى اهدى وكلم معايا كده بالعقل. ما حدش يزعقلك. ما حدش زعقلك يا حبيبي. ما زعقت ليه؟ ما زعقتش انا. اهدى، بص انت هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه. واضح من صوتك اللي ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا اتلقى. انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. أنا خارج لكم البلد كلاتها، ده انتوا عالك. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل الانتر كام، جاي تحت عندك. وطي صوت، صوتك ما يعلاش. اهدي. هنزل لك السبت تجيب لي سجاير. اهدي. توطي صوتك، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاتها. يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجه، هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطيه جه. يا عطيه انده لنا العمدة بسرعه. يا شش، وشك في الارض يا قريه. مع صاحب العصمه حضره العمدة المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى، مع صاحب الاغنيه ونجم العموديه. لا تقولي فاوس ولا جوب الشوافه، مع عمده ميت كنافه. هو اللي مأكلني، هو اللي مشربني، هو اللي ملبسني، هو سلام عليك. السلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. سلام. انت لسه عبيد زي ما انت. ايه يلا يلا يا بلد، العمدة جيه. انا عايز النشيد الوطني. ايه لميت كناف. عايزينها تبقى خضري الارض اللي في الصحراء. عايزينها تبقى خضري الارض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ صحراء تبقى ايه؟ خضرة. دي العموديه دي حاجه صعبه قوي. ايوه انا مجمعكم النهارده عشان عايزكم حاجه مهمه قوي. ايه كل الناس جت؟ كله موجود اهو يا ابو العمده. اقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات ويكلم على قد حياته. يا بلد هبله صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقول. هي ده اللي والدتك شدتك من زورك؟ ايه يا ولد وانت جاي تقترع عليني؟ انت ما تتكلمش خالص. يا ناني الحاج علي اني عايز اخدم. حد عايز شيء؟ حد عايز قهوه؟ حد عايز يطيرش؟ يلا ما تتكلمش. ايه؟ ما تنطقش. ايه؟ بس ده غلطان يا سيدي. Oh my god.
واحده 30 سم بتتشطر عليه، عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت قلت تفتكر ايه؟ بتطول دورك. صعب انا مدوية على الحته دي كل يوم من دي. ايه؟ انا عندي اختراع. ايه يا عم؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه؟ ايه؟ واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكوتك يا بلوم دي. ده انت جامد قوي. انت كده من العكاز بتاعك، عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تشطر عليه. ايه؟ مفيش اجر زياده هدا، هو نفس الاجر. لا بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي، قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمده، ثواني، في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور، ازاي؟ صباح الخير يا بلعومدي. إيه وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريريه. خريري؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني، واهل البلد هني اهي، تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن، تتدلع يعني. يا جازري ايه؟ لا تاكل جزر. ايوه يا عمده. طيب يا ناني، يعني مش فاهم يا بلعومده، الست ليالي تعباك في ايه؟ ما تاجي ولا ما تاجيش؟ يعني هو الموضوع ايه؟ ايه انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه؟ يا فلاح يا هان، ما حدش قال لي. ايوه مط الكلام في ايدي. ايوه. ايه اللي جاب الواد ده هنا يا عمده؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناطع انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي؟ انا اقعد اتنيل ارغى. اوعوا جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان محدش فيكوا عارف انا جرالي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ طيب انا هقول لكم. اني جميعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه، محدش مهتم ببلدني، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ دي دعوه ببلدني، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه؟ طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذ ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني. احتاجنا مثلا ميه يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيبلناش مارشميلو، مع ان احنا ميكوناف احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر، انا بطلب منكم حاجه غريبه. ايه؟ ان انتوا تفكروا. بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمدة تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي، اهدي يا حجي، انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امينه شلبايه. اهدي يا حجي، اهدي. دي سيكسي ماكس ليه ولا ايه يا حجي؟ يا شيخ البلد، العمدة يا شيخ. ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح علي بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه؟ انا مجمعكم لسه، هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا يفضل واقف. طول ما بتقعد بتنام. ها؟ ايه؟ ها فكرتوا يا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا، بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج، انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري يعني ما مديت ايه. مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكترة تغلب الشجاع. اني عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا عودي جنبي، تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمدة في حاله وتعالي عودي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. اهدي يا عمدي. ازاي اهدي؟
اعتبريها الزبدة اللي ما بيني. دي زبدة بس اتحرقت. دي المورتي اللي احنا بنلمها من على الزبدة ونرميه. قومي يلا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمدي. ايه؟ فكرت في افكار قبيح. اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخينة. لا مش عايزين الافكار السخينه، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. يو انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكره؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيكون لغاية عنديني. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، 100 كنافه طلع فيها ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن، ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى لما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي، يا يجي لنا كده هو بسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه ما ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميت كنافة. وريتها كنافة بالمكسرات؟ لا دي كنافة قرديح. احنا في ميت كنافة بنقابل الناس اللي في ميت كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا. اوعوا تخافوا لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل كبار قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ده نفخني. يعني دي مش حجمك الطبيعي؟ لا دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه مال؟ الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندرية. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القرية اللي بنبص له فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ اني كنت قاعد على القهوه عادي وفجاه جه الجن قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوه ونسكافيه وحاجه ساقعه ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ جن بريء ما عملش حاجه ما لبسنيش. جن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج. انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا جن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع. انت جديد ما انتش فاهم.
التجديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره شكله قديم. ايه مساء الخير. واضح ان الجن ما اثر فيك. ايه اللي حصل؟ اختي نفسي في جني يلبسني، مش لاقي جني مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جني مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح بروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني. لازم تقول الجن اللي يلبسك. لازم اقول لازم. انا ماني قاعد قال الجن لبسني. ماني قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي. بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. جن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. ما تعصر ازاي؟ تعصر. ايوه يا صاحبي لغايه اما تدق وتوقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. اهرش لي يا عمدي. نار اهرش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده. بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سالم؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من البقال؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح طبعا. ما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه الجن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفاض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وقف يا ابني كده. هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه دي؟ احنا لسه عملنا حاجه. لسه لسه يا عم. طيب يلا وقف. بقول لك ايه؟ ايه قبل ما تطلعه ايه قول له يسيب كل حاجه مكانها واياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش وقف. يلا ارجع يا جن الاصلك. ارجع زي ما حنا ماضي وعلي الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. النهار اسود ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع جن؟ انا بخاف اصلا. امال مين اللي الحياه تطلع الجن هتوديني في داهيه؟ استنى استنى الكاميرات شغاله. ايوه اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. ايه الصحافه جامدي ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وش لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم. لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زيه. والله ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعتش. ها
لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ اه ايه سعاده اهبل يعني هتفضحنا؟ هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 انتوا فشلي كده ما حدش هيصدقني. ايوه انتوا ممثلين فاشلين ما حدش هيصدقني. طلعوا فيه احنا عايزين فكره تانية غير فكره الجن دي كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت يا ما تنطقش يا هلا انت كل افكارك هبلي ما تنطقش خالص. ايه وعايزين فكره تانية؟ احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من الاصل. ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكره تهز البلد. انا عندي فكره تهز البلد. ايه يا حاج شيخ البلد؟ يلا يلا تهز البلد مش تهد البلد يا حاج. ايه دي؟ عايز فكره يا جماعه عايز فكري. يبقى نعمل مليونيه. مليونيه ايه؟ اذا كنا احنا 18 واحد في البلد نعمل 18ية. احنا عايزين فكره تانية. لا 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 انا عندي فكره يا عمري. ايه حاجه بقى صح بقى ايه تظبطني؟ انت تكلم المحافظ راسا وتقول له لقينا قنبله في قلب البلد. قنبله وما لقيتش المحافظ بالمراسلين بالاعلاميين هنا في ظرف نص ساعه ما بقاش انا زرزور. ايوه ايه احفظ يعني احنا لو قلنا في قنبله صح الفكره دي حلوه وده موسم الانابل. ايوه دي قنبله بدايه الصنع ودي قنبله اعداديه الصنع واي حد بيحط قنبله في اي ماشي حلوه الفكره دي. احنا نخش نكلم المحافظ. ايوه انا مين معاه الموبايل عشان معيش رصيد؟ انا معايا ولسه مجدد الباقه ممكن ادهولك يا عمده. ها لا يا عمده المكالمه دي لازم تبقى من التليفون الميري عشان يبقى بلاغ رسمي. اي والله ينور عليك يا معلم زرزور هي فعلا. يلا انا هخش اكلم المحافظ. عايز حد يجي يتفرج معايا وانا بتكلم على المحافظ؟ تعال 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 يا سلام يا سلام. انت واد يا منتن انت ايه كتك دهي اوعى ترمي البت بتي سامع؟ ماشي يا ساتر الله الدار حلو قوي. انت يا زفت يا مسعود هو مش ابوها لسه قايلك دلوقتي ما تقربش منه؟ انت عايز تموت يا ود؟ يا ابني انا خايفه عليك والله. انا ما صدقت اللحظه دي تيجي. لحظه ايه؟ ان اقعد مع العيال لوحدينا. صحيح يا مسعود؟ صحيح يا حبيبتي. ايوه يا مسعود عايز اقول لك كلمتين بسرعه قبل ما ابو العمده يجي. خير في ايه؟ عايز اقول لك ازيك. ان شاء الله تسلم يا مسعود. وحشاني. وانت كمان. انا كمان ايه؟ وحشتني. يا فرحة أم أمك! اهدي! اهدي! ايه الحلاوة دي؟ ايش؟ انت من قراصنة الكاريبي؟ خلاص انا عايز اصلحك. ما تجي جنبي. اجي جنبك فين؟ هيني. ايه؟ والله المكان واسع. طب بلاش. عايز اقول لك بس الكلام بجد. ايه؟ انا عايز اجي اطلب ايد ابوك. ايه؟ ايدك انت. انت اتجننت ولا ايه يا مسعود؟ عايز تطلبني من ابويا؟ احنا غجر. يعني الاصول ان انا وانت نهرب ونجيب العار لابويا. ايه دي؟ بس دي تبقى جرسي. دي هتبقى اكبر جرسي يتجرسها ابويا في حياته ونجيب له الضغط والسكر والشلل. قصة حبنا دي الغجر هيقعدوا يتكلموا عنها سنين. هتبقى اجمل قصه حب. دي مش هتبقى قصه حب دي هتبقى قصه علاج. احنا قديه هنخليه طرطور مش زرزور وناخد المزه دي معانا. يو ما تتلم يا واد يا شمال ده عبده موته بقى ابن حلال. انا هنادي لك العمدي. لا علي النعمه انادي لك العمدي تيجي في لقك. يلا يا رجال. والله يا عمدي كلمت المحافظ. كلمت المحافظ. ايوه قال لي ازيك يا جناب العمدي. ايوه الناس اللي مش عارفين يعملوا كنترول على نفسهم دول.
اربطها ازاي انا دلوقتي؟ البس البتاعه الثانيه دي وخلاص، داري القرايه اللي طالعه من دماغ. يا كلمني المحافظ، قلت له يا جناب المحافظ انت اللي وقعته جدع عيال، جدع عيال بوقعه كل يوم. كلمت المحافظ قلت له يا جناب المحافظ احنا بلدنا فيها قنبيلي. قال لي لا ازاي يا جناب العمدي، انا جاي حالا وهيجي معاه التلفزيون بقى والجرالين وكل الحاجات وبلدنا هتشهر. يا سلام عليك يا عمده وانت بتكلم المحافظ. ايه انت مش عارف انا جرالي ايه لما شفتك؟ انا جرالي ايه نفسي اعرف، انا جرالي ايه والله ما اعرف انا جرالي إيه. انا كتبت قصيده بمناسبه ان انا دخلت الدوار، بتقول ايه؟ ايه عمده ميت كنافه يا عمدتني، على فكره يا عمدي بيتكم اوسع من بيتني وعجبي. انت جاي بتحقد عليا يعني؟ انا شفت البيت اتجننت بصراحه. فيه يا فيه ده عمده يا عمده، طبعا لازم يبقى مالي مركزه وهو بيكلم المحافظ. امال انت فاكره يعني عمده في الشنيش هفق محدش هيقله لازمه؟ لا انا ما قلتش كده. خلاص يا يعني عراب، يعني فاكره مثلا عمده مثلا الناس ممكن تكرته على قفاه يعني؟ لا لا يا عراب، يعني فاكره مثلا عمده ممكن الناس تستهزئه؟ لا خلاص يا عراب، بهزقه يا عمد. انت بتهزقنا ها؟ خلاص احنا كده يا عمدي لازم نعمل حاجه مهمه. ايه؟ لازم نجيب قنبله. امال الناس اللي هتيجي تتفرج دي هتيجي تتفرج على ايه؟ مفيش قنبله، لازم نجيب قنبله. انا ممكن اقول لكم تجيبوا قنبله منين، بس هتدفعوا كام؟ انت كل حاجه عندك فلوس يا ده الصاب يا حرام انت. ما هو ده كده الصاب، هيعمل ايه تاني يعني؟ بقول لك ايه يا عمدي، ولا الحوجه للوادي النصاب ده، انا هجيب لك القنبله. عندك انابل يا زرزور؟ عندي انابل ومدافع وكل حاجه في الخيمه بتاعتي. وانت الحاجات دي حطيتها ليه عن حمايه؟ احمايا ماشي ماشي خلاص، ولا الحوجه ليه، انت تجيب لنا القنبله عشان اما يجوا بقى الجرالين يصوروا القنبله وهي عامله كده وهي عامله كده. خلاص الحق يا بابي العمده، الحق يا بابي العمده، الحق يا بابي العمده. بابي العمده؟ ايوه ايوه. عايز ايه؟ الحق المحافظ اتصل وقال انه مش جاي، هيبعت السور رفعت بدال. السور رفعت؟ ايوه. مش مهم السور رفعت، المهم هيجيب معاك جرايد والجرالين. ما قاليش. ما قالكش. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش يا عمدي ما ينفعش، احنا عندنا قنبله، السور رفعت ده مش عارف يتصرف، لو قعد قدام القنبله هتفرقع في وشه. يا فرقع القنبله ده، ما هي هنا مواد متفجره داخل اطار معدني، لو سبناها تم هتولع فينا كلنا. بوف ايه؟ بوف ايه؟ ما قلنا خلاص يبقى كله خلاص. ايه؟ بنسبك الموضوع يا عمدي. تسبك الموضوع علي؟ انا ما انا عارف معاك، وما يجوا الناس والجرالين يبقوا اسبكوها عليه. خلاص احنا نقول لهم احنا لقينا حماره مفخخه. لا ولدي احنا عايزين فكره جامده يعني. انا عندي فكره، عندي فكره والله يا اخي. بدرس كده يعني؟ ها فكره ايه؟ احنا نكلم المحافظ ونقول له بدل الجمله نقول ان في جماعه ارهابيه جايه عايزه تقلب نظام الحكم. ايوه والله فكرة. جماعه ارهابيه تقلب نظام الحكم وياخد الكرسي بتاع العموديه بتاعي. الله ينور عليك، انا اول مره نستفيد منك بحاجه. حلوه الفكره. يعني عجبتك؟ عجبتني الفكره. يبقى اتجوزني ليالي. بس يا دي انت عيب يا، اوعى تجيب موضوع الجواز ده تاني، سامع؟ بس ثم هجوزك ازاي؟ ده انت لسه حتى ما وصلتش لموسم التزاوج بتاعك. بس يا ولا مالكش دعوه بليالي بنت. ايه؟ مالكش دعوه، انا عجباني الفكره دي يا اخوان. حلوه. ايوه، وانا اخش اكلم المحافظ واقول له على الحكايه دي. ايه دي؟ الواد فكرته حلوه ولسه عيل شباب وعسل. جميل. إيه؟ فكره جميله والله، بيقول افكار يعني. ايوه، ما احنا لازم برضك يعني الشباب ياخدوا فرصتهم. إيه؟ لان الشباب عندهم افكار متنوره عن ميني. ايوه ايوه، لازم اخد فرصتي واكبر بقى واجي عمده زي يبقى عمده بالمنظر الزباله دي؟ يبقى عمده ازاي يا ابقى عمدي؟ انت فاكر انك هتخلت فيها يا عمدي؟ ايوه خلت فيها لي، اخلت فيها ومخلد واد جوه اسمه خالد. عايز حاجه؟ مالكش دعوه انت، الواد ده الفكره بتاعته وحش. ايوه انت قول لنا انت فكره يا عمدي. انا جت في دماغي فكره دلوقتي. ها قولنا نتصل بالمحافظ ونقول له ان احنا لقينا قنبيلي. ايه؟ مش لقينا قنبيله؟ لا، نقول له لقينا خليه ارهابيه وجايه تفجر البلد عشان يقلبوا نظام الحكم. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه جدا. فكره دي يا عبده بالفكره دي. فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. ايوه ايوه فكره حلوه خالص. حد عنده اي اعتراض على الفكره دي؟ ايوه يا عمده. ايه فين الارهابي اللي هنسلمه؟
هو كل ما نفتكر في حاجه تطلع لنا فيها مشكله. ولا مشكله ولا حاجه. خلاص يا جماعه احنا لقينا الارهابي والعمده قبض عليه. مين الارهابي دي؟ انا هقول لك. تعال احنا طول ما بنقول وش وش مش هنفهم بعض. هو الواد المعفن دي هنلبسه القضيه ونقول ايه ان هو الارهابي. ايوه صح. الله ينور عليك يا زرزور. هو ده الواد الارهاب اللي كان جاي يفكر في البال. بس لا ده غلبان دي. ولا غلبان ولا حاجه. غلبان يا عمر. ايه ما احنا لازم نضحي بكام واحد عشان البلد تمشي. ودي مش كلامان ده كلامهم. تياتروما يا غفر. ايوه امسكوا الواد دي. امسك امسكوا الواد دي واربطوه في الساجرة. حرام عليك يا غفر. انا داخل اكلم المحافظ اقول له مسكنا واحد بس ولا مسكنا اللي ما جوش معاي وانا بكلم المحافظ. لا لا تيجي 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 يا سلام. خليك خش على منك ليه. اهلا ده ارهابي وابن ارهاب. خش على ضياع عليا المصلحه ولاد اللذينه. احسن عشان انت دجال ونصاب. اقسم بالله انا اجمد دجال في الوطن العربي كله. طب لعلمك بقى انا الوحيده اللي ممكن اقنع البلد ان انت اجمد دجال. ازاي؟ اصلني علي عمل. يا سلام نطلع لك العمل دي بجد؟ اه والله. طب ماشي. يا ايه الاعراض اللي بتجيلك قولي لي عشان اعرف اجيب الجن الصح. بص انا اول ما تدق الساعه 12 صوتي بيقلب. بيقلب ازاي؟ بيبقى عامل كده. ايه تعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عرفت الجن ده. مين؟ ده امير عيب بتاع كايروكي. والله العظيم هو. هتعرف تجيبوه؟ طبعا ده حبيبي اجيبهولك على طول. ماشي هات الحلة بسرعة. ماشي يا رب ما تكشفناش بقى مرة دي. الحل حط الحلة هنا اهو. كلامك ما بيتفهمش. احساسك ما بيتوصفش. انت بتقول كرامة هما يردوا بمهانة. انت بتقول العدل يجيبولك سامي العدل. تعال يا امير انزل اقعد. منور يا امير اقعد. اقعد اقعد. ماشي ازيك يا امير اخبارك ايه واخبار زاب ابن عمي ايه؟ والله العظيم وحشني. سلم عليه. ازيك يا امير عامل ايه وامك عامله ايه واخواتك كده كويسين؟ انت هتقدمي ده انا لسه منزله حالا. طيب عامل ايه يا امير؟ كل كل يا حبيبي كل كل معانا كلي. هاكل الهوي. امال اجيب لك سعيد الهوي؟ ما تاكلها وليه. حاضر. بقول لك ايه يا امير ما تطلع مني. روحوا سعيد الصاوي والله تحفه والله احلى بكتير. ايه عشان تخرجوا لازم ترقص. هو اللي جاي يعني لو رقصت هيطلع مني. هو لو انبسط هيمشي على طول. ماشي جاهزه؟ جاهز. يلا بينا. يلا هاتي ايه. يخرب بيتنا عمل. اهدي انت بتكسرني ولا بتطلعلي العمل؟ قوم يا ولية. يا نهار اسود الحي الواد امير بيهرب. هرب؟ تعالى هنا رايح فين؟ يا نهار اسود ده مشي خلاص. اثبت مكانك هنا عنوانك. ايوه ولينو. وعلى راي المثل العين بالعين والسن بالسن والبادي بيلدينج معروفه والله. والله بادي بيلدينج معروفه. وعليا النعمه اصوت ولم البلد علي. خلاص خلاص انا هعمل لك العمل لوحدي مش هستعين باي جن خالص. ماشي اترزعي هناك. اديك البلاوي في شكلك. الحمد لله خلصت منيه. دلوقتي العمل مش عايز يطلع احنا هنعمل ايه؟ يخرب بيتك. بصي انا بصراحه مش عارف اطلع العمل ده. تمام جدا انا اصوب بقى.
والله العظيم اصل دي مشكله. انت عارفه ليه مش عارف اطلع العمل ده؟ ليه؟ لانه ده عمل جماعي. والله لو عمل فردي كنت طلعته وجيت اصوت. خلاص خلاص اخر حاجه استعملها معاك. اه هعمل لك حجاب هيفضل معاك ما حدش يعرف يلاقيك ابدا. ماشي خلاص ماشي اتفضل. ده حجاب اوعي تسمع كلام الدجالين تاني. تعال هنا تعال يا حضرة العمده. الحق يا حضرة العمده. ايه سالم الدجال النصاب نصب علي. ما انت بتقولي سالم الدجال النصاب رايحاله ليه؟ ما انتوا عارفين ان هو دجال ونصاب بتروحوا له ليه وجاب لك الحل؟ ايوه هذا دي. يا سلام عليك ويا بلد ما بتموتوا في اللي ينصب عليك. طب انت كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ والدنيا اتقلبت وكله جاي دلوقتي حال. ماشي ايوه. امال انتوا فاكرين ايه؟ هو انا قليل؟ مش هترجع نفسك حور مسعود دي؟ خلاص مسعود خلص. هو نصيبه كده. هو ده يعني مزاجي؟ هو نصيب ان هو يتمسك ويتحيب. ايوه ده عايز يناسب كبارات البلد. نسي نفسه المعفن. ايوه صح الله ينور عليك يا معلم. ايه ده البوليس؟ من العمدي. اتفضل يا شيخ محافظ. هي دي يا ابني الكنافه. محافظ جه يا جدعان. محافظ جه. السلام عليكم. اهلا يا جناب المحافظ. ازيك يا جناب العمده عامل ايه؟ اهلا وسهلا منور يا جناب المحافظ. ربنا يخليك. اول مره سيادتك تيجي عندنا هنا في الكنافه. لا بلد جميله وملزقه يا عمده. صباح الخير وسلام عليكم. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم. بس ياد ما تطفشوش يا واد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ده موبايلك؟ اه معلش يا عمده الجرد. الو انتوا فين؟ اه انا في 100 كنافه. انتوا في 96 كنافه؟ طيب انتوا لسه قدامك 4 كيلو. لا مش بالقشطه. يلا سلام. ازيك يا عمدة؟ الله يسلمك. المشاكل اللي عندكم يا عمدة؟ ايه موضوع يعني الجماعة الإرهابيين وكله يعني تحت السيطرة وكله تمام، بس احنا عندنا مشاكل تانية في بلدنا يا جناب المحافظ. مشاكل وأنا موجود يا عمدة؟ ايوه طبعا ما قلت لهم ما يصحش وأهل البلد هم يقولوا لك على المشاكل اللي عندنا. قول له قال ايوه احنا عندنا مشاكل والنبي يا سيادة المحافظ والنبي. قول مشاكل. حضرتك الأرض بارد. طب ما اتجوزوها يا ابني، ايه المشكلة؟ جناب المحافظ بيهزر. يعني الارض بقى اتجوزوها على اساس بايري. مش حلوه. سياله يا دجال. يالا سياله يا دجال. ده انت دجال اضحك على اي حاجه. هيا يا ابني قول مشاكلك وبسرعه. ما حضرتك لما الارض بارت جيت ازرع ورده طلعت شاديه. ايه يا اضحك يا هلا ما توديناش في ده. مش حلوه. اتفضل يا ابني مشاكلك اخلص. حضرتك جابولنا امه جابولنا جرار زراعي بس الجرار طلع صيني. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا مراتي صينيه. يعني صينيه اللي هي بالبطاطس دي؟ لا صينيه اللي هي شوكور. ايوه هي دي. طب ودي معمره معاك؟ والله بوستها بوستين وباظت. الواد ده مش عاجبني يا عمر. خد يا هلا لدرجه تمشي. مش قادر والله. كانك واكل حاجه حامي. الراجل جاي بيقول حاجات ورا بعضيه. سيب اتفضل. ايه مشاكلك؟ انا عندي مشكله. قول. انا مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي ايه؟ انا مش عارف انا جرالي ايه. انت عارف جراله ايه؟ هو من امبارح عمال لي يوجع جراله. انا معرفش والله جرالك ايه بس انا تملي معاك والله العظيم. الله ينور يا حضرة المحافظ. ازيك يا عمدة؟ الله يسلمك. وسيادتك جاي لوحدك ما جبتش جناب المأمور معاك؟ كان معايا يا جناب المأمور. يا مأمور. يا محافظ. ايوه يا مأمور. انت فين يا محافظ؟ انت فين يا حبيبي؟ يا محافظ. ايوه انت فين يا محافظ؟ ايوه انا سامعك. ايه يا عمدة؟ اهلا وسهلا يا جناب المأمور. بقالي ساعة ماشي في 100 كنافة. ده انا جالي السكر. ايه يا عمدة؟ يا بلدنا مش عارف اركب العربية بتاعتي. الطريق كله مكسرات. خد تعال خد تعال. والله عنده حق. ولا في يا عمدة هو متضايق من ايه الولد؟ لا مفيش افهات غريبة ورا بعض. ايه ده؟ يعني الواحد ليه قدرة، ليه قدرة على التحمل. يعني احنا اخر حاجة افهين مثلا. ايه البواخة دي؟ المصيبة اللي حصلت يا عمدة. المصيبة الحمد لله كله تحت السيطرة يا جناب المأمور.
كله تحت السيطره ومسكنا الواد الارهابي اللي كان جاي يفجر في البلد كليتي، والحمد لله كله تحت السيطره. انت بس تقعد وتاكل لقمه وعاملين لك بطه ويزي وكله تمام. كله تمام ايه؟ عملت ايه في الارهابي؟ الارهابي ربطناه في الشجره. طب ما تربطوه في الشجره. انا ما حدش يتوقعني. ما حدش يتوقعني يا عمده، مش انا. ايوه صح. انتوا اهل البلد؟ ايوه احنا اهل البلد. ازيكم يا اهل البلد؟ اقول لك على حاجه. ايه؟ اقول لك مين ورايا؟ مين؟ المحافظ. يا صاحبي. يا محافظ. اقول لك مين ورايا؟ مين؟ العمده. يا اهل البلد. ايوه. اقول لكم مين ورايا؟ مين؟ مش قايل. ما حدش يتوقعني. سيادتك غامض. غامض جدا. ومحدش بيتوقعني يا عمدة. ايوه صح. يا اهل البلد. ايه؟ عندكم مواهب كويسة اسمعها اكتشفها. ايوه انا موهوب. انت موهوب؟ ايوه. سمعني يا ابني موهبتك. انا بندب اغاني. نعم. بندب اغاني. يعني بتبعت لها؟ لا لا، بندبها. في اغاني بتتكتب واغاني بتتندب. عديد. عدد يا اخويا. انا ندبت حاجة للاستاذ عمرو دياب. بتقول كان كل حاجة أغلى حاجة، كان دنيتي، كان اسمه حبيبي. يا دهوتي يا دهوتي يا دهيتي. يا مالك يا حبيبي في ايه؟ أنا مش عارف أنا جرالي ايه. البلد دي ده يا ابني شكلك عندك موهبة انت يا بيضان انت. يعني بطرب ساعات. سمعنا حاجة كده. يعني إيه؟ آسف جدا على أخطائي، آسف على بركان أشوائي. يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا. لا 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 لا. ده مجنون. معليش انا ما حدش يتوقعني. ايوه صح. انا عايز اشوف الولد الارهابي، ابص في عينه اتوقعه، اعرف ان هو الارهابي. هعرفه على طول اول ما تجيبه الارهابي. انا صل على النبي. سياده المامور. يا سياده المامور، سيادتك تعبان ولا حاجه؟ يعني لو تعبان ممكن نيجي بكره. يعني مش تعبان، انا عايز الارهابي. حاضر حاضر. في الارهابي. حاضر حاضر. النادي على الغفر يا عمدي. يا غفر يا غفر، هاتوا الارهابي وتعالوا احسن، الراجل هينفجر فيني. حاضر يا جناب العمدي. ها سيادتك اهدى بقى. سيه احنا الثلاثه. بس يا هلا. هو ده الارهابي اللي في النص؟ ربطيله بفتله يا عمده. ما يا دوب انت الارهابي. ايوه. فكوا قيوده. هو عنتر اللي فكوا قيوده. سيارة ما تردش على جناب المأمور. انت يا حبيبي ما تخافش، انا مأمور، ما تخافش مني. انت زعيم تنظيم ايه يا حبيبي؟ انت في تنظيم ايه؟ انا في تنظيم الاسري. عمو ده سيبهولي. ايه في ايه؟ انت مالك انت؟ وانت رئيس مباحث الافهات؟ ايه؟ ما كل واحد يقول اللي هو عايز والناس يعني بتوح. بس مش قوي كده يا عمدي. عمدة مش مشكلة يعني. لا 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 لا، انا ما حدش اتوقعني. مالك في اي حتة حبشانة؟ خلاص مسكنا العنكبوت. خلاص خلاص يا جناب المأمور، معلش سيب. وده في كل عرض بيتباه. ولد يا ارهابي، كلمني شويه عن التنظيم اللي انت فيه. مين زعيم التنظيم؟ ابو زرزور. ايه ابو زرزور ده؟ سناكس. خد انا اللي همشي بقى كده. خلاص خلاص، هو طالع شويه صغيرين وماشي، هو مش مكمل معانا للاخر. خلاص سيب. انت الارهابي؟ ايوه. ده مش ارهابي، ده ارهابي نيو يير. ايه 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 ايه؟ خلاص خلاص.
الصلاة والسلام. ايه؟ ما كله بيشتغل في المونتاج. خلاص كل الحاجات دي بنشيلها بنوصاها خلاص. ابن يويم يا عمده، بدل الكلام الفارغ اللي انت بتعمله ده يا عمده، انتوا تفحطوا ارض 100 كنافه تطلعوا منها غاز وبترول وفحم. انت يا عمده ايوه 100 كنافه لو فات عرق لو فحم. اصحى يا صاحبي، لو فحطنا 100 كنافه هنطلع ايه؟ الله اعلم، انت هتسنون. انا هو ممكن اقول لك نفحتها ونطلع زبيب، بس انا ما اقولش الكلام ده مش هاني. خلاص ده العبد. انا بقول له ممكن اقول، بس انا مش هقول يعني. طلعوا منها زبيب يا عمده. مش انا اللي اقول. صلى على النبي. بس يا محافظ، يا دي كوميديا المرمطه يا عمده. واضح ان الموضوع كبير قوي. بيقول لك هو زعيم التنظيم. مين زعيم التنظيم؟ يرجع للضراب هناك بيه. مين زعيم التنظيم يا حبيبي؟ قلنا ان زعيم التنظيم ابو زرزور. ده ابو زرزور فين؟ ده محافظ. هو انت زرزور؟ يا اخويا انا زرزور. يا زرزور عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ عايز ايه؟ زعيم تنظيم يا اخويا. ايه ده توقعني؟ توقعني الولد. انا محدش يتوقعني. ومين تاني يا حبيبي؟ المساعد بتاعه ابا العمده. انا مساعد بتاع زعيم التنظيم ده؟ انا العمده. انا زعيم التنظيم. ايوه زعيم التنظيم. وانا ابقى مساعد؟ انا طول عمري زعيم. انت اتعورت يا مهريس عشان نضحك. وز بعض السكاكين بعد كده. يعني دلوقتي ده زعيم التنظيم وانا مساعد سعيد زعيم التنظيم. وبعدين سيادتك يعني ايه؟ سيادتك يعني ادي اهل البلد كلهم اهم. انت عايز تعمل معانا ايه؟ هعمل معاكوا ايه؟ ايه؟ انا هفرجكوا يا اهل 100 كنافه. يا شيخ البلد، يا شيخ الغفر. ايوه انت فين؟ انت شيخ اي حاجه؟ ايوه انا جنبك اهو يا ساتر. عايزك تلم اهل 100 كنافه دول وتحطهم في البوكس. ايه لوحدي؟ اسم الله. هنروح معاك بنفسين. يلا بينا. احنا كده نروح نفتها يا عمده. روح نفتها يا بس مش اشكال. المهم ان 100 كنافي الناس تعرفها واحبسونا وكل حاجه، بس لما تشوف الاستاذ وائل ابقوا سلموا لي عليه. سلموا لي عليه.